أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولي السلام وصاحبي أخي الأزهار وإزهان، سنناقش معكم حول الأغراض البلاغية المستنبطة من القرآن الكريم، وقد نختار 15 مثالا من القرآن الكريم لتأكد من الأغراض البلاغية الموجودة فيها. فحيا نبدأ بالآية الأولى في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فهنا نجد التقديم في هذه الآيات، حيث قدم الله كلمة لله على يسجد من في السماوات والأرض، وهذا تقديم غرضه التخصيص. شكرا جزيلا إلى صديقي اسمي محمد أكل أزهر. في هذه الآية أيضا يوجد الطباق بين كلمة طوعا وكرها، ولكن نوعه الطباق الإيجاب. شكرا على صاحبي اسمي زهان. وفي هذه الآية أيضا وجدت التعريف في كلمة السماوات، أي غرضه التعظيم. ثم ننتقل إلى الآية الثانية في قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أصلت في هذه الآية التقديم في جملة ولله على الناس حج البيت. قدمت هذه الآية لله على حج البيت وغرضه التخصيص. أما إذا ننظر إلى هذه الآيات أيضا، قد وجدت أن في هذه الآيات هناك التنكير، يعني استخدام النكرة في كلمة آيات لغرضها النوعية. طيب شكرا يا صديقي. ننظر إلى آية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من يعني لفظ استفهام غرضه التكرار. طيب ننتقل إلى مثال آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ننظر إلى أفاتخذتم. أفاتخذتم هو لفظ الاستفهام غرضه التقرير والاستهانة. أحسنت يا صديقي. وجدت أيضا التباك في هذه الآية، أي في كلمة نفعا ولا ضرا، ونوع التباك هنا الإيجاب. وكذلك نجد الاستفهام في مرتين، يعني الاستفهام هناك معنى التقرير والاستهانة في أداة الاستفهام. من يعني في قوله تعالى: من رب السماوات والأرض. والآن ننتقل إلى الآيات الأخرى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في هذه الآية نجد أن فيها الاستفهام في حمزة، يعني ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، غرضه للتقرير والاستهانة. طيب وبإضافة إلى ذلك، كلمة الأرض يفيد التعريف، فالتعريف هنا غرضه التعظيم. هناك أيضا التنكير في كلمة من ولي وغرضه الإفراد. ثم نجي إلى آية أخرى في آية كرسي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر آية.
وجدت هنا وجدت في هذه الآية استفهام في كلمة في جملة ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي غرضه يدل على أن فيه ثم من الممكن أن ننظر إلى هذه الآية هناك التقديم في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض حيث قدم الله كلمة له على في على ما في السماوات وما في الأرض وغرضه التخصيص. طيب إذا نرى إلى كلمة نوم كلمة نوم هنا التنكير ولكن غرضه النوعية. طيب ننتقل إلى أمثلة التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلمة الصمد هنا التعريف ولكن التعريف هنا يفيد أو غرضه التعظيم. وجدت أيضا في هذه الآية التقديم في جملة ولم يكن له كفوا أحد أي هنا قدم له على أحد وغرض تقوية الحكم وتكرير في النفس السامع. ما شاء الله مناقشة رائعة يا صاحبي. فكذلك هناك السجع في هذه الآية القرآنية يعني توافق الفواصل بين كلمة أحد والصمد وكلمة يولد وكذلك أحد في صوت الدال. ثم ننتقل إلى الآية الأخرى ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ففي هذه الآية يمكن أن نستخرج منها الاستفهام في ألم يعلموا أنه من يحارب الله هو رسوله يعني في كلمة همزة الحمزة الاستفهام وهذا الاستفهام يفيد معنى الوعيد. طيب إضافة إلى قولك الآية ذلك الخزي العظيم التعريف التعريف غرضه التحقير. وفي رأيي هناك التقديم في جملة فإن نار جهنم خالدا فيها أي قدم له على نار جهنم ويفيد معنى التخصيص. ثم في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فلا يهدهم صلاتهم الذين هم يرعون ويمنعون المعون. اخترت جملة أرأيت الذي يكذب بالدين أي الاستفهام يفيد معنى التعجب. فهناك وكذلك يمكن علينا أن نجي السجع يعني من المحسنات البديعية في هذه الآية القرآنية. إذا ننظر إلى كلمة الدين كلمة المسكين كلمة المصلين وكلمة ساهون فيها توافق للفواصل وكذلك صوت الدال متساوية من الدين المسكين للمصلين وكذلك ساهون. طيب في هذه الآية أيضا الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون هو التقديم غرضه تقوية الحكم وتقريره في نفس السامع.
الآية التالية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين تدعون من دون الله هي عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إذا نظرنا إلى كلمة عباد، كلمة عباد هو التنكير، غرضه التحقير. أستنت يا صديقي، وجدت أيضا الجملة في فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أي الأمر، يفيد معنى السخرية. ومن هذه الآية سنستفيد منها الأسلوب الخبري ونوعه الطلبي في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لأن وهذه الجملة متعلقة بالجملة قبلها. ثم هيا ننتقل إلى الآية العاشرة في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون. في هذه الآية سنستفيد منها ونستخرج منها الاستفهام في أداة استفهام والهمزة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، وهذا الاستفهام يفيد معنى التعجب. طيب انظر إلى كلمة غشاوة في هذه الآية، كلمة غشاوة هو التنكير ولكن غرضه النوعية. وانظر أيضا في جملة وجعل على بصري غشاوة أي معنى التقديم، يفيد معنى العناية والاهتمام. ثم الآية الثانية في قوله تعالى أفلا تتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اخترت الجملة أفلا تتدبرون القرآن بمعنى الاستفهام أي يفيد معنى التوبيخ والتوبيخ الإنكاري. إذا تأملنا بهذه الآية سنستفيد وممكن أن نخرج منها الأسلوب التقديم، يعني في قوله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا التقديم يفيد معنى التخصيص. طيب وجدت في هذه الآية التعريف، فالتعريف في هذه الآية كلمة القرآن تعريف غرضه التعظيم. طيب ننتقل إلى مثال آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في هذه الآية هناك لفظ الأمر يعني واستفزز، فلفظ الأمر هنا غرضه التوبيخ. وقد اخترت الكلمة الشيطان بمعنى التعريف يفيد معنى التهكير. إذا ننظر إلى هذه الآية فيها كلمة استخدمت في الناكرة، يعني له التنكير في كلمة غرورا، وهذا التنكير يفيد غرض النوعية. فهيا ننتقل ونذهب إلى الآية الأخرى في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. ففي هذه الآية القرآنية هناك النحي
الذي يدل على النصح والإرشاد في قوله تعالى ولا تكن من الغافلين. طيب انظر إلى جملة الغدو والآصال. الغدو والآصال هو التقديم، ولكن غرض في هذه الآية هو تقدم الكلمة لتقدمها على الزمان. وانظر أيضا الكلمة القول بمعنى التعريف يفيد معنى زيادة التكرير. وثم ننتقل إلى آية أخرى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد اخترت الجملة ولا تتبعوا خطوات الشيطان بمعنى النحي، وغرض النصح والإرشاد. شكرا على مشاركتك يا زهن. يمكن أن أجد في هذه الآية القرآنية التقديم في قوله تعالى أدخلوا في السلم كافة، يعني قدم أدخلوا في السلم وأخر كلمة كافة، وهذا التقديم يفيد التخصيص. طيب وبإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى آية إنه لكم عدو مبين، كلمة عدو هو التنكير ولكن غرضه الإفراد. طيب هذا المثال الأخير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، سورة التوبة. إذا نظرنا إلى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا والمقابلة. وأخيرا مني في كلمة فليضحكوا، أي الأمر يدل على النصح والإرشاد. الأساليب أو الغرض البلاغي الأخير نحن نجد من هذه القرآن من هذه الآية القرآنية هي التقديم. فمثلا في قوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون، حيث قدم كلمة جزاء في الأول وتأخير كلمة أو العبارة بما كانوا يكسبون، وهذا التقديم يفيد العناية والاهتمام. والخلاصة من هذا التقديم من الممكن علينا أن نستخرج الأساليب البلاغية وأغراضها، وكذلك نستفيد منها المعاني القرآنية التي لها الإعجازات اللغوية لا تنبغي علينا أن نتأمل بها تأملا عميقا، وننتفع منها الإرشادات والأحكام والقصص السلفية لعبرة لنا في الحياة المستقبلة في الدارين الدنيا والآخرة. وشكرا على حسن استماعكم ومناقشتكم يا صاحبي زهان وعاقل أزهار في هذه المناقشة وهذا التقديم، لعلكم تستفيدون من هذه المناقشة الجيدة. وبالله توفيق الهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.